إلى أهلي وناسي في منطقة 7 بكار. أحب أوضح بعض الإجراءات اللي قمنا فيها في منطقة 7 بكار في سبيل تقديم الخدمات إلها في هذه الفترة والفترات اللي مضت. طبعا قدمنا على المجاري في هذه المحلات اللي هي محلة 332 و338 و336، إضافة إلى ذلك في منطقة الوزيرية محلة 305. قدمنا شبكة تجديد شبكة مجاري إلى هذه إلى أمانة بغداد عن طريق قرض البنك الدولي. شفنا إنه الأمر يتأخر، قدمناها على أمانة بغداد لتنمية الأقاليم. أعلنت محلة 338 الآن العمل جاري بيها، والحمد لله والشكر يعني تمت إجراء المناقصة ورست على شركة معينة واستلمت المجاري، والآن حاليا يعملون في هذه المحلة. إضافة إلى ذلك محلة 332 ومحلة 336 أيضا أعلنت للمناقصة، والعمل على بعض الشركات اللي موجودة اللي قدمت على هذه المحلات. وأيضا بعد ذلك في هذه المحلات إن شاء الله سيتم الإكساء بالكامل للمناطق السكنية عن طريق الأمن الغذائي. قدمنا على كل المناطق الزراعية اللي موجودة في هذه المحلات على الإكساء في الأراضي الزراعية اللي موجودة ضمن هذه المحلات اللي ذكرناها اللي تابعة لمنطقة 7 بكار. إضافة إلى ذلك تم العمل بتوسعة الطريق اللي هو توسع الشارع 7 بكار عثمان بن عفان، اللي هو من يبدي من أسواق الجملة إلى نهاية الشارع. طبعا هذه تمت الموافقات كاملة من قبل المرور وكذلك من قبل أمانة بغداد ومن قبل التصاميم وكلها. الآن حاليا المعاملة موجودة وكاملة، ننتظر فقط بلدية الأعظمية تزيل بعض التجاوزات الموجودة على هذا الطريق في سبيل توسعة هذا الشارع اللي يعاني منه أكثر الأهالي اللي موجودين، واللي قدموا كثير من الشكاوي على هذا بسبب الازدحام الحاصل في هذا الشارع. طبعا أبشر أهالي منطقة 7 بكار بتجديد شبكة المجاري اللي موجودة في هذه المحلات ككل. إضافة إلى ذلك سيتم عن قريب جدا تبليط المناطق السكنية اللي مخدومة تماما، بعدها عن طريق الأمن الغذائي سيتم تبليط المناطق الزراعية اللي موجودة. طبعا أرجو من أهالي منطقة 7 بكار التعاون مع الجهات التنفيذية في سبيل تقديم الخدمات لهم عن طريق هذه الجهات، وأشكر أمين بغداد لتعاونه معنا في سبيل تذليل الصعاب من أجل تقديم الخدمات لهذه المناطق. وأوعد جمهوري في الدائرة السادسة ومن ضمنها الأعظمية وكذلك في منطقة 7 بكار وحي تونس والمناطق الأخرى المجاورة إلها إن شاء الله، أنه هذه أوعدهم مثل ما وعدتهم أنه ستكون هذه المناطق من أجمل المناطق اللي موجودة في بغداد.